استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من رؤساء وممثلي عدد من كبريات الشركات العالميه الصينيه والفرنسيه والسويسريه العامله في مجال اداره وتشغيل الخطوط الملاحيه ومحطات الحاويات الدوليه وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية المشرف على التصنيع العسكري والفريق أشرف عطواء قائد القوات البحرية وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء يأتي في أعقاب اتفاق الحكومة مع تحالف يضم شركات موانئ هاتشسون، كوسكو، أم أس سي، سي أم أي تيرمينالز على إنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطتين للحاويات بمينا أي السخنة والدخيلة باستثمارات تقدر بحوالي 1.6 مليار دولار حيث ستقوم المحطتان بإضافة طاقة استيعابية للموانئ المصرية تصل إلى خمسة ملايين حاوية مكافئة سنوياً. ما يمثل زيادة بنسبة 50% من قدرة الموانئ المصرية لتداول الحاويات. وخلال الاجتماع عبر السادة الحضور عن تفاؤلهم بمستقبل الاستثمار في مصر في ضوء ما يلمسونه من فكر متطور في إدارة مناخ الأعمال يهدف لتعظيم الاستفاده من التحديث المتكامل للبنيه الاساسيه سواء على مستوى الموانئ البحريه او شبكه الطرق والمواصلات المتطوره التي تربط بينها وخاصه القطار الكهربائي السريع بما يحقق التواصل بين مناطق الانتاج والاستهلاك والمراكز اللوجستيه والموانئ الجافه بالاضافه الى التنامي الايجابي في مستوى المرافق والخدمات وكلها امور تؤهل مصر لاستيعاب استثمارات اكبر في جميع المجالات واوضح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع تحالف الشركات العالمي في ضوء ما تتمتع به هذه الشركات من مكانه دوليه رفيعه في مجالها وخبرات فنيه واداريه متميزه وذلك في اطار سعي الدوله لتنفيذ مشروع انشاء محور السخنه الدخيله اللوجستي المتكامل للحاويات والذي يعد اكبر ممر لوجستي متكامل لخدمه التجاره العالميه بين الشرق والغرب بالربط بين البحرين الاحمر والمتوسط بما يزيد من حصة مصر في السوق العالمية لتجارة الترانزيت، ويسهم في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين المصريين. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة. الاجتماع شهد متابعة جهود تطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية على مستوى الجمهورية في إطار المشروع الاستراتيجي للتحول الرقمي للدولة، كما تم التطرق إلى الموقف التنفيذي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة. التي تربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيويه كهيئات الاسعاف والرعايه الصحيه واجهزه النجده والحمايه المدنيه واوضح المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصله العمل المكثف لتعزيز قدرات الدوله في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضمان التشغيل الامثل لمنظومه الطوارئ والسلامه العامه لتحقيق سرعه استجابه اجهزه الدوله لجميع حالات الطوارئ والازمات خلال مدد زمنيه قصيره مشددا على اهميه بذل اقصى الجهد لتسهيل الحياه اليوميه للمواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم وتحقيق اقصى درجات الامن والسلامه للمواطن المصري